كل الناس اللي بيجي لها سؤال كلمه اندكشن اوف اوفيوليشن بيفتكر ميديكال وينسى سيرجيكال. معنى السيرجيكال كلمه خدناها في البي سي او، ما كنا بندخل نعمل دريلينج، طب انا كده بفوق الاوفري وبعمل اندكشن. فعشان كده دايما اكتب جنب السؤال بتاعي كده ميديكال وسيرجيكال عشان ما انساش مين سيرجيكال. هنشوف الادويه اللي هناخدها النهارده هما ثلاثه، اهمهم الكلوميد، ده طبعا في شيت في منتهى الاهميه. هنشوف الرسمه دي هش عليها ثلاث ادويه. ده الاكسس بتاع الستات. كنا قلنا ان الهايبوثالاموس بيطلع هرمون اسمه جي ان ار اتش بيطلع في الستات ان ايه؟ بالسس. بيشتغل على البيتويتري. زادت البالسس يطلع اف اس اتش. قلت البالسس يطلع ال اتش. طب ما فيش بالسس، قلنا لا ده ولا ده. قلت لك اف اس اتش بيدخل 20 فوليكل، واحده بس بتكبر توصل 18 ل 24 مللي. بيطلع ال اتش سيرج يفرقعها ويسيب مكان جسم اصفر اسمه كوربس لوتيان. انهي هرمون بيطلع في النص الاول؟ اي 2. انهي هرمون بيطلع مينلي في النص الثاني؟ بروجستيرون، كميه بسيطه من الاستروجين. بيعمل نوع من الاندوميتريم بلوريفريتيف، هنا بيعمل سكريتوري. يطلعوا يعملوا نيجاتيف فيدباك فيحصل دوره. كان ايه سبب السيرج؟ حد فاكر؟ كان ايه سبب السيرج؟ الاي 2 اما يعلى فوق 200 بيكوجرام بير مل لمده 36 ساعه يروح عامل لك الاتش سيرج، ده غريبه جدا، هو السهم الاحمر ده. يعني الاستروجين اذا عالي فوق 200 بيكوجرام لمده 36 ساعه بيعمل لي الاتش ايه؟ سيرج. طيب ايه الادويه اللي عليا النهارده بقى؟ على الرسمه دي. اول دواء ملبس، انا بسميه كده، يعني ايه ملبس؟ كل الستات بتستخدمه. وعلى فكره اسمه اتغير دلوقتي في السوق، بدل كلوريد واختفى عندنا من مصر اسمه فيمارا. طلع ان كلوروفيل سيتريت او كلوماين او كلوريد ده ملبس، يعني ايه؟ بيتبلع اورال. والستات عندها فكر واحد انها تجيب توائم. يعني اهم حاجه اجيب توأم، اهم حاجه اتجوز، ما اعملش غير في بيبيهين ويا ريت ولد وبنت، تفكيرهم واحد. فواحده زميلتها تقول لها طب ما تبلبعي الكلوريد. بلبعته دي غلط وهنعرف النهارده. اللي هو اسم او كلوميفين ستريت. خليني بقى بصوتي بقى دلوقتي عمالك تشوف الموقع. كلوميد او كلوميفين ستريت، الراجل اللي عمله ده عبقري، ده اللي هياخد الوقت. في بقى حقن اغلى اسمها جونادوتروفيك هرمونز اللي هو اف اس اتش وال اتش. اقفل بقى خلاص عشان نخلص، بس هل الصوت هيروح هناك؟ جونادوتروفيك هرمونز اللي انا بدي من بره اف اس اتش وايه؟ وال اتش، دي غالي بقى، يعني ده حقن هنشوفها دلوقتي بس محتاجه واحده معاها فلوس. اغلى واغلى بقى حقنه بحوالي 2000 جنيه اللي هي جي ان ار اتش انالوج دي، وهنعرف ايه فائدتها. يبقى احنا عندنا اهم ثلاث ادويه هم دول. نمسك اول دواء اللي هياخد مننا وقت والباقي كله مش هياخد حاجه. اول دواء احلى دواء اسمه كلوميفين ستريت، ده اللي صنعه ده عبقري. ليه بقى؟ صنعه شبه الاستروجين، يعني قال لك انا هعمل اروماتيك رينج شبه الاستروجين بتاع الجسم. العينه تبلبع الكلوميد ده اهو بحرف السي اهو، شايفينه؟ بيبتدي يجري اول حاجه فوق خالص على الهايبوثالاموس، تحت خالص على الجينيتال تراك. على فكره مش الست دي مليانه استروجينيك ريسبتورز؟ فتلاقي الكلوميد بيكمبيت، يعني ايه؟ بيجري ويقعد مكان الاستروجين في الهايبوثالاموس. طب اما احط كلوميد على الهايبوثالاموس، هل الاستروجين اللي جوه يقدر يعمل نيجاتيف فيدباك؟ لا. يعني انت قصدك تقول ان كلوميد بيوكيوباي ريسبتورز يحسس ان الهايبوثالاموس مفيش استروجين، فيحصل زياده في الجي ان ار اتش. ايه ده؟ بالسز. واحنا قلنا وانس زادت البالسز هيطلع ايه؟ اف اس اتش. فبدل ما يكبر واحده يكبر كام؟ اثنين وثلاثة واربعة. طيب والفوليكل تكبر ومين يكون؟ استروجين. الاستروجين قاعد يعلي يعلي، استروجين مش شغال، جي ان ار اتش زيادة، اف اس اتش كبر اكتر، عشان كده بيجيبوا توائم. طيب اول ما وقف الدواء يقول لك ان الاستروجين عالي فوق 200 بيكوجرام يعمل ال اتش ايه؟ سيرج، يفرقع لك الخمسة، فرقعة تحمل في توأم. اكشن خرافي. يبقى تاني انا بديه هو انتي استروجينيك، يعني الكلوميد ده انتي استروجينيك، يسبق الاستروجين ويقعد في الهايبوثالاموس، يحسس ان الهايبوثالاموس نو اندوجينس استروجين، فيزيد البلس،
فيزيد الاف اس اتش فيكبر الفوليكلز، مش واحده بس ده اربعه وثلاثه، يكوم الاستروجين. امتى ده يشتغل فوق تاني؟ اما الكلورين ده وقفه من العيانه يطلع يعمل سيرج ويفرقع للخمسه. بصراحه الراجل ده عبقري بس حمار. ليه بقى؟ اولا الاكشن الفوقاني ده حلو جدا. طيب خليك كده قدامي. ما هيبوظ تاني. طيب. جينا بعد كده قلنا ان ده الاكشن الحلو، في بقى اكشن تحت زي الزفت. واحد قاعد في عيادته يقول ايه بقى؟ العينه دي بديها كلوميد؟ العينه دي بديها كلوميد انها تحمل؟ ما بتحملش. زميلي بيدي نفس الكلوميد بتحمل. اكيد في عيب في الدكتور. الدكتور اللي فاهم الاكشن التحتاني ده هو اللي هيخلي العينه تحمل. ايه بقى الاكشن ده؟ طلع ان كلوميد بيقعد مكان الاستروجين على السيرفكس. حد يقول لي انتي استروجينيك يبقى السيرفايكال ميوسين حلو ولا وحش؟ باد كواليتي. طبعا انتي يعني قصدك تقول انت بتكبر البويضات بس مانع دخول مين؟ سبيرمس، ما بتحملش. عشان كده بيدوا دواء الكحه، مش عارف سمعتوا عنه، اسمه اسيتال سيستين فوار. احنا بنديه في العياده، اقول للعياده خدي فوار يدوب لي الميوسين ده فمين يدخل. طبعا كتاب الاسم بيقول ان الاكشن ده موجود اذا استخدمت الكلوميد اربع دورات ورا بعض. ها؟ بيقول في اكشن تاني بس انا مش فاهم. بيعمل لوتيا الفيز ديفكت. بس دي بصراحه مش مفهومه خالص، ده اذا استخدم اكتر من كام دوره. يبقى انت دلوقتي لما تجيلك عينه في عيادتك لما تيجي تدي الكلوميد بتديه ماكسيمم ثلاث دورات وتريح ثلاثه. لان اذا زودت على كده هيمنعني دخول السبيرمز ويعمل لوتيا الفيز ديفكت. الكلام ده مكتوب اهو. اهو. انا كاتبه في الاكشن حتى نقراه. لان ده اسخف واحد الاكشن بتاعه. على الهايبوثالاموس بيكمبيت ويقعد بيدي فولس امبريشن ان مفيش ايه؟ استروجين. فالبالسز بتزيد، فالاف اس اتش بيزيد، فبيكبر الفوليكل ويكون استروجين. امتى الاستروجين يشتغل؟ اما توقف يستيميوليت ال اتش سيرج ويعمل اوفيليشن. الاكشن الوحش بقى اذا استخدمته اكتر من كام سايكل في كتاب الاسم؟ اربعه. بيعمل لوتيال فيز ديفكت وده مش مفهوم ليه. الحاجه الثانيه بيعمل هوستايل سيرفايكال ميوسين، هستخدم دواء كحه، بايسولفون، برونجيكام، اي دواء على فكره. احنا بندي اسيتال سيستين فوار احلى عشان ميوكوليتك يخلي السبيرمز تدخل وايه؟ وتلقح الاوفر. طيب عايز اعرف بقى الدوز بتاعته، سهله جدا. خمس خمسات، ما هناخده كله على بعض. خمس خمسات اهي. كان في كلونيا زمان اللي هي بتاعت الشبراويش ديت اللي هي بتاعت الحلاقه، كان يحطها لك بعد الحلاقه. تصور اول دوز اهيت 50 مللي جرام القرص. يبقى دي اول خمسه. يبقى 50 مللي جرام بتتاخد مرتين في اليوم من تاني او تالت يوم الدوره، ودي هفهمها لك. اتنين وتلاته كام؟ خمسه. انا عايز افهم، طب ليه مش اول يوم؟ طب ليه مش خامس يوم؟ مع ان في كتاب الاسم في جزء كاتب خامس يوم وفي جزء كاتب تاني يوم. انا هقول لك الصح، هي التاني او التالت. طلع ان هم خافوا زمان يدوا الايه؟ الكلوميد بدري. بدل ما يطلع عدد بيبيهات اكتر، يعني دلوقتي ان انا بشتغل على 1000 فوليكل يبقى هيكبر معايا قد ايه؟ قول 10، يبقى انا هتحمل في 10 هتكمل؟ هتسقط. فقالك استنى كام يوم على بال ما عدد الفوليكلز ايه؟ يقل، واشتغل على عدد قليل فما تحملش التوالي. جربنا الكلام ده وجبنا 100 عيانه استخدمنا من اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، لقينا الانستنس اوف توينز ثابت. طب طالما كده خليك طماع بقى، اشتغل على عدد ايه؟ اكبر. عشان كده بقينا نشتغل على اليوم الثاني او الثالث العدد الاكبر، لان كل يوم بيعدي عدد الفوليكلز ايه؟ بيقل. سؤال، طب ليه ما استخدمتوش اليوم الاول؟ خليك طماع قوي. اشتغل على 1000. ليه اشتغل على 500 يا عم؟ ليه اشتغل ما اشتغلش على 1000؟ قال ان الكلوميد تيراتوجينيك، يعني ايه؟ ممكن تكون الواحده حملت وهي ما تعرفش ونزل عليها نقطه دم اسمه ايجاد منذر. وانا افتكرتها دوره ورحت مديها ايه؟ كلومين تيراتوجين. عشان كده لازم استنى تاني يوم عشان اتاكد انها دوره. يبقى ليه بنستنى تاني يوم؟ عشان اتاكد ان دي منسز. يبقى ما حد يقول لي الجرعه بقول له ايه؟ 50 مللي جرام توايس ديلي من تاني او تالت يوم الدوره، والتاني احلى من التالت على فكره. يعني اذا جات لي في التاني اقول لها ده انت حظك ان شاء الله احسن. لمده كام يوم؟ خمسه، خمسه في اتنين بكام؟ 10، يعني هتاخد 10 اقراص. العيله دي بعد ما بتاخد الخمسه بتوقف، اول ما توقف تفتكر هل الكلوميد هيختفي من الدم دلوقتي؟ بياخد خمس ايام،
مختفي عشان يعمل ان اتش ايه الاستروجين ويفرقع لك الفوليكل. حاجه سحر يعني. بيقول لك ان انا بدي 50 مللي جرام تاني او تالت يوم الدوره، دي تاني خمسه لمده 5 ايام، متوقع يحصل انتركورس بينها وبين جوزها امتى؟ 5 ل10 ايام بعد وقوفه. طيب نفترض انه فشل، انا تابعت العنب السونار اديتها 10 اقراص لقيت الفوليكل هي واحده، هي كده يبقى ناجح ان انا كبرت لها واحده؟ ده يا الشطاره انت تكبر كام؟ 3 4 وكلهم يعدوا ويوصلوا 18 مللي. فطلع ان انا اذا اديت الجرعه دي وما جابتش نتيجه الدوره اللي بعديها هزود قرص، بقى كام قرص في اليوم؟ 3. الدوره اللي بعديها هزود قرص يبقى كام؟ 4. كان زمان والله الماكسيمم دوس كام؟ هم غيروها كتاب اسمه خلوها 4. خلينا عليه 4 تابلتس، واذا زاد عن كده هيحصل مصيبه هنشوفها النهارده. دي بقى الكيس اللي انا حددها لك، اسمها اوفاريان هايبر ستيميوليشن سيندروم. ده مصيبه، الاوفر زي بقاله كده وخراطيم دم وممكن العيله ممكن تموت فيه. فراح قالوا ان العيله ديت ماكسيمم دوز 4، يعني مش ملبس، يعني مش اي واحده بالتليفون اقول لها بلبعي كلومين، خدتي كام قرص؟ تقول لك قرصين، ما تبلعي العلبه، مش حاسبها كده. طلع ان هو بيزود الايسس اوف اوفاريان هايبر ستيميوليشن سيندروم. طيب سكسس ريت 85%، فظيع. طيب انا عايز اعرف ايه شروطه؟ انا هصغر ديت واكبر الرسمه اللي فوق. دي بقى مش مكتوبه في الكتب. هل اي عيانه ينفع لها كلوميد ولا لا؟ يعني واحده جت، اي واحده جت لي في العياده هل ينفع اديها كلوميد؟ لا. عارف ليه؟ لازم يكون الاكسس اللي قدامكم ده شغال. انتوا خدتوا بالكم الاكشن بيشتغل ازاي؟ بيقعد هنا يخلي ده ما يعملش نيجاتيف، فده يزيد، فده يعلى، فدي تكبر، يعني لازم يكون الاكسس شغال ولا لا؟ اعرف منين في عيادتي ان الست اللي قدامي دي الاكسس بتاعها شغال؟ حد يعرف؟ واحدة قاعدة قدامي دلوقتي، أعرف الأكس شغال من كلمة. عندها دورة منتظمة ولا لا؟ بس. يعني إذا قالت لك عندي ريجورال منسز، خديه. أكسس بتاعك شغال. أما واحدة بتقول لك الدورة ما عنديش، طب أعرف إنه شغال؟ ما أنا بغلس بقى. ودي خدناها على فكرة في الأمينورية. واحدة أمينورية، عايز أعرف الأكسس بتاعها شغال ولا لا؟ يعني فيها إيستروجين ولا لا؟ أدي بروجستيرون وأوقف. إذا نزل دم يبقى شغال. ما نزلش دم يبقى مسألك بقى هل اي حمار يدي عيانه كلوميد الاجابه؟ لا طبعا. انتكت اكسس اوعى تنساها بقى، يبقى الوحيده اللي اديها كلوميد انت تعرفه منين؟ ريجولار مينسز. هقول لك طب ايه في امينوريك؟ اقول له اديها بروجستيرون واعمل ايه؟ ويزرو. طيب ايه مشاكله بقى؟ الكلوميد مش ملبس، لازم دكتوره يتابعها. 4 مصايب. احنا قلنا ده انتي استروجين، كانها في المينوبوز. تقول لك حاسه بصدمه، اهي تقعد تتنرفز، فازو موتر فلاشز، صداع ملوش حل. اصبري مش عايز تحملي؟ ايه يعني 10 5 ايام؟ بعد كده اوفاريان هايبر ستيميليشن تايب 1 هناخده النهارده، هو ده الحل اللي انا عايزه. اذا انا اديت اكتر من كام قرص في اليوم قلنا؟ 4. طيب مالتي فيتال بريجنسي، على فكره مش حاجه حلوه انها بتسقط 1% او توينز 10%، يعني ممكن تحمل في 3 بنسبه 1%. عشان كده دي مش حاجه حلوه ان انا اتسقط. ده اهم دواء عندي اسمه كلومايد. هراجعه بسرعه عشان ده اهم واحد فيه. هراجعه بسرعه. يعني هجيب الرسمه واقول عليه كل اللي انا قلته ده. ده اهم دواء بتتسأل فيه في الامتحان. اولا الكلومايد ده انتي استروجين. انتي استروجين فوق خالص وتحت خالص، فوق حلو وتحت وحش. فوق بيقعد على الريسبتورز بتاعت الهايبوثالاموس يحسس ان مفيش استروجين، يزيد البالس، يزيد الاف اس اتش، يكبر الفوليكل، ياكيوميليت استروجين، امتى يشتغل لما توقف؟ يعمل الاتش ايه؟ سيرج. امال تحت انتي استروجينيك وده وحش، بيعمل لو تي ان فيز ديفكت وبيعمل هوستايل سيرفايكال ميوسين. اعمل ايه؟ حدد العينه ديت دواء كحه، اسيتايلسستاين. وقال لك ده اذا قعد اكتر من كام سايكل؟ 4 سايكل. الجرعة 5 5، كنا قلنا 50 مللي جرام توايس ديلي فروم ذا سكند اور ثيرد داي اوف مينسز فور 5 دايز اند اوفوليشن اكسبكتد 5 تو 10 دايز افتر ستوبج. ماكسيمم دوز دي الوحيدة اللي مش 5 هتبقى كام؟ 4. سكسس ريت 85%، بس لازم يكون عندها الاكسس ده شغال. ما تنساش الكومبليكيشنز بتاعته انتي استروجينيك ومصيبة اوفيريان هايبر ستيميوليشن 1 و2. انت هتشوف 3 و4، 1 و2 ده ولاها حاجة، ده العيانة ممكن تتعالج في البيت. نيجي بقى للحقن دي.
ده هي اسمها جونادوتروفيك هرمونز. دي حاجه غاليه جدا. وعلى فكره دي اللي شغالين فيها في اطفال الانابيب المره الجايه، احنا هنشوف اطفال انابيب وحقن مجهري. طلع ان الادويه دي غاليه جدا، يعني ده في حقنه يعني امبول كده 900 وحده بحوالي 2500 واحده، ويعني كل يوم تحط 300 في 300، يعني خلال 3 ايام بتخلص 2000 وشويه. تعالوا بقى نشوف الحقن دي ايه قصتها في الصفحه اللي بعديها وازاي بتتاخد. غاليه بس تاثيرها خرافي. 3 حقن اغلاهم اهي، دي ارخص واحده فيهم، دي اغلى، دي اغلى اغلى، وهقول لكم اسميها في السوق اذا كنتوا عايزين. دي بقى دي معظم الناس شغاله بيها، اسمها اتش ام جي، يعني ايه؟ هيومن مينيبوزال جونادوتروبين. هو ليه سموها كده؟ اي واحده مينيبوز هل عندها بويضات؟ لا، يبقى مفيش نيجاتيف فيدباك. فالاف اس اتش اخباره ايه؟ فبيقع في البول. بس انا باخد البول اليورين اوف مينيبوز واعمل منه ده. يعني انت قصدك تقول ده بيتحضر من اليورين اوف، عشان كده سموه هيومن مينيبوزال جونادوتروبين. طلع بقى ان 75 واحده اف اس اتش، 75 واحده ال اتش. يعني عندك الاثنين متساويين، دي ارخص حقنه. زي المينوجون والادويه بنديها بتبقى رخيصه، يعني الامبول حوالي حاجه 70 جنيه حتى. امال ده بقى بيوريفايد اف اس اتش، الامبول ممكن يعدي 190 او 200. طلع اللي هو زي جونا بيور، طلع ان هو بيوريفايد اف اس اتش يعني ايه؟ يعني هقلل مين؟ ال اتش، وهسيب نفس الاف اس اتش زي ما هو. انت كل ما تقلل ال اتش كل ما تعمل حقنه يغلى. يعني هنا واحده واحده، شوف هنا كام؟ 75. طب دي بقى ده سنسيتك انا بصنعه، اللي بيتصنع ده هو ده موجود في السوق اسمه بيوراجون. طلع ان ده اللي هو السنسيتك ده 75 واحده اف اس اتش فقط، مفيش ولا واحده ايه؟ مسألك في الامتحان، وانت ليه يا ابني ال اتش لما بيقل بتغلى؟ حد يعرف؟ على فكره دي اغلى حقن في السوق، يليها دي يليها دي، لان طلع ال اتش هو اللي هيعمل المصيبه بتاعت النهارده اللي اسمها اوفاريان هايبر ستيميليشن سيندروم. يعني زي ما اديت العينه ديت في احتمال يجي لها المبيض كده وخراطيم دم ممكن تموت فيه. حصلت مع عيان عندي كانت هتموت والله مغربيه، انا لن انساها، عشان كده قبل عندها مرعب. ها؟ احنا عندنا ده حلاوته ان ما بيعملش اوفاريان هايبر ستيميليشن سيندروم، وبيستخدم في الناس الايه بقى؟ بور ريسبوندر، يعني هتلاقي عندها مخزون المبيض قليل، استخدم لها حاجات غاليه. تعالوا بقى على ازاي بيستخدم. انا بخير العيان اقول لها ده في مشاكل، ده ملوش مشاكل، حضرتك انا هديكي على الاقل قولي 10 حقن بدايتنا، 10 في 200 يعني 2000 جنيه. حضرتك عندك استعداد ده قبل ما ابتدي؟ تقول لي اه. اقول لها اشتريهم وحطيهم في الثلاجه. وتحطوا فين في الثلاجه؟ مش في الفريزر، في الرف الاولاني اللي تحت الفريزر عشان ما يبوظوش. درجه الحراره بتاعتهم اذا باظت الحقن دي هتترمي. طلع ان العيانه بتقول لك اوكي، تروح جايبه 10 من ده او من ده او من ده على حسب. هبتدي اديها ايه بقى؟ اسمها ترايل اند ايرور، يعني هديها حقنه عضل ثالث يوم من الدوره لمده 5 ايام، كده خلصت كام حقنه؟ ابتديت من ثالث يوم لمده 5 ايام، يبقى 5 حقن وفي 5 في الثلاجه. بتجيلي على اليوم الثامن ابص بالاشعه التلفزيونيه، لقيت البويضات 5 قدامي كبروا بس كل واحده 14، هل كده خلاص؟ اقول لها كملي في الحقن في اللي في البيت وتعالي لي بعد يومين. كملي في الحقن، خلصت ال10 اشتري غيرهم. بص بقى بيختلف من واحده لواحده، ده ما اقدرش اقول لها كام، اصل هي سؤال تقول لك ايه؟ طب انا هدفع كام؟ مش عايز غير استجابتك. ستات ممكن من اول 5 حقن تلاقي البويضه كتير، وستات تاخد انها تاخد 20 حقنه بس انا وراها، لان انا بشتغل على الاوفر دايركتلي، بدي له اف اس اتش وال اتش. تاثيره خرافي، بس عيوبه بقى اولا اكسبنسيف، قلت لك هات الملبس احسن. خلاص؟ لا انا هقعد ادفع بقى فلوس وبتاع واقعد كمان تشكشك. في ستات بتكره الحقن، يعني الحقيقه بيجي لهم احباط. ده في واحده بتجمع الحقن عندي لسه النهارده، مجمعه حاجه اسمها زولاديكس كمان، مش هتنقل الاجنه، مجمع بقى الهيبارين مع مجمع الهرمونات كده، عايزه تتصور زي ما بتصوروا، يحط الحقن حواليها كده وتزل عيالها بقى. شفت انا جبت لكم ازاي؟ فبين اد انجكشن سايت، يعني ايه؟ بتحس بوجع، تقول لك بلاها حقن بلاها جواز. الحاجه اللي بعديها بقى اوفاريان هايبر ستيميليشن، كام وكام بقى هنا؟ مصيبه، لان التاثير قوي جدا، خاصه دول اللي هي هيومن مينيبوزال جونادوتروبين. عشان مين عالي؟ ال ال اتش.
مالتي فيتال بريجنسي بيوصل له 30%. ده بالنسبه لي واحده دافعه 2000 جنيه، هل اسيب الموبايل ده اتفرقع واحده؟ ولا فرقع حالها انا؟ ده دافع 2000 جنيه. يعني العينه ديت هروح مديها حقنه تفجيريه بيسموها كده. ايه بقى الحقنه التفجيريه دي؟ هو ال LH سيرج هديه من بره اللي هو HCG اللي هو ال H لايك اكشن. يبقى انا بعمل سيرج من بره اسمه HCG، دي حقنه اسمها كوريومون، اسمها ايبيفاسي، في كذا نوع في السوق، في بريجنيل في الامارات. يعني عاوز اقول الانواع كتيره قوي بتاعت ده. ان انا بدي حقنه عضل من دي 5000 وحده او 10000، الامبول خمسه. على اساس ايه ادي خمسه او 10؟ كتاب اسم شيء. يعني ساعات ادي خمسه وساعات ادي 10 على حسب عدد الفوليك. يعني اذا كان لقيت عندها 2 فوليكل كفايه خمسه. طب اذا لقيت عندها اربعه لا اديها كام؟ 10. انا عايز افرقع كله. فانا بدي الجرعه على اساس لا امبول لا 2 امبول. بعديها في خلال قد ايه يحصل لقاء؟ يعني اول ما تعدي 18 مللي اقوم اخد الحقنه التفجيريه دي. بعديها ب 34 ساعه. العيانه هتاخد الحقنه دلوقتي الصبح، بكره بالليل يحصل لقاء بينها وبين جوزها، تكون البويضه طلعت. يبقى انا بظبط لهم تايم الانتر كورس. حضرتك ادفعي دي هتاخديها دي 200 وشويه. هتاخدي الامبول ده كل يومين. هتاخدي واحده بعديها ب 34 ساعه يحصل سيكشوال انتر كورس بينك وبين جوزك. يبقى انا كده ظبطت طلوع البويضه مع الانتر كورس. مشكلتها بقى اذا انت اديتيها بعد الاوفيليشن، تفتكر ليه بيحصل اوفيريان هايبر ستيميشن؟ اللي كان فاهم انا لسه هشرحه دلوقتي. يعني انا زديتها بعد ما يحصل اندوجينس ال اتش بيحصل لها اوفيريان هايبر ستيميشن سيندروم عشان ال اتش زاد. ما انت ما تطلع ال اتش اندوجينس وانا ادي ال اتش من بره، ما ده كله ال اتش. العين دي هتروح مره واحده الاوفر بتاعها ايه؟ الصحه دي بعد ما تعدي كام مللي؟ 18. ما استناش تفرقع، يبقى لازم اشوف بالسونار، ما ينفعش بالتليفون. ده في ناس في الصعيد بالذات ما بيتابعوش والله، بيدوها الحقن ويقول لها بعد خمس ايام يحصل لقاء، ولا شاب بويضه ولا حصل حاجه، ده مهزله. الصح ان انا اراقب بالسونار انها تعدي كام مللي؟ 18. طب اخد بقى الاوفيريان هايبر ستيميشن سندروم قبل ما نتلخبط بقى. ده هتكتبوه معايا، انا هكتبه معاك دلوقتي واكتب عليه كيس. واللي عايز يصوره بعد ما اخلصه اسمه اوفيريان هايبر ستيميوليشن سندروم. ليكوا صوره بتيجي في الاوسكي. عباره عن اوفر مليان كياس 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 كياس، اسمه كده اوفيريان هايبر ستيميوليشن سندروم. بيبقى عباره عن اوفر عامل ازاي كده؟ بوث اوفرز مليين بطن العيانه كده. وكل ده اسود. شايف؟ كل ده اسود. كل ده اسود. بايلاترال اوفيريان انلارجمنت. طيب انا عايز اعرف بقى ايه مشكلته بقى؟ اسمه اوفيريان هايبر ستيميوليشن سندروم. احنا عندنا في نوعين اسمه تايب 1 وتايب ايه؟ 2. ده انا مش عايزه، ده اسمه مينيمال. ها؟ ده هتروح بيتها واسايتس خفيفه وكل، انا عايز افهم اللي هو تايب كام؟ 3 و4 اللي هو السيفير. ده بقى اللي بيموت. السيفير ده مهزله، هقولها لكم دلوقتي. عايز افهم ايه سبب الاوفيريان هايبر؟ يعني ازاي المبيض الصغير ده بقى مالي بطن العيانه قد كده؟ والله بيوصل لغايه هنا، بيبقى حجمه غريب جدا، 10 سم و12 سم و13 سم، وايه؟ خراطيم دم عليه، خراطيم. يعني اذا حد خبطها يحصل لها انترنال ايه؟ هامرج. طب ايه سببه؟ ما انا عايز افهم. ناخد الاول اذا انا اديت حقنه اف اس اتش، نمشي خطوه خطوه كده. اذا انا اديت حقنه اف اس اتش مش هيحصل مشاكل. ليه بقى؟ لان اف اس اتش لما يشتغل على الفوليكل بيطلع استروجين، صح؟ اللي هو مين؟ اي 2. طلع ان الاي 2 ده بيزود الكابيلاري بيرميابيلتي. حاجه هبله. ازاي يعني؟ تخيل مبيض صغير كده وعليه شويه كابيلاريز شعيرات دمويه ويرشح ميه، هل هيحصل حاجه؟ يعني ده الاف اس اتش. يبقى الاف اس اتش الحقن اللي فيها اف اس اتش بس ما فيش قلق. ليه؟ لانها بتزود الكابيلاري، يعني بتخلي نقطه في بطن العيانه. طب اذا زودت بقى المصيبه اللي هعمله باللون الثاني اللي هو مين؟ ال اتش. ده بيزود الفاسكولاريتي، مشهور بكده. حتى كان بيعمل الجسم الاصفر بيبقى فيه كميه بلاد فيسلز. انكريز فاسكولاريتي، تخيلوا بقى سطح الاوفري كده وعليه خراطيم دم، خراطيم دم. تعالوا بقى نحط الاثنين مع بعض. اف اس اتش مع ال اتش، حد يقول لي هيحصل ايه اذا كان ده خرطوم دم؟ اهو هرسمه اهو على سطح الاوفري.
الفلويد اللي جواه هيطلع بره ولا لا؟ يعمل اول مصيبه ايه؟ اسايتس. هتشوف بقى البلاوي اللي هتطلع. اسايتس مش هزار، ميه الاوفر عاين في الميه. بيرشح متخيل بقى الخراطيم قاعده ترشح في بطن العيان. ده غير كده الاسايتس دي هتاخد معاها الكترولايت، يعني هيحصل الكترولايت ايه؟ امبالانس. ويا ريت على كده، دي مصيبه، دي قنبله. هتشوف دلوقتي الاسايتس دي بتعدي من الدايفراجم وتعدي للبلورا وتعمل لها اريتيشن، ممكن تعمل بلورال فيوجن. عشان كده الاسم ما يزعلش، الفلويد هو طالع بياخد معاه البومين، فيحصل هايبو البومينيميا. عايزين كل الحاجات اللي في الكتاب عشان اطلعها ازاي؟ يبقى اسايتس الكترولايت امبالانس بلور فيوجن هايبو البومينيميا. تعالوا بقى جوه البلاد فيسل. حد يقول لما اطلع فلويد من البلاد فيسل لبره يحصل هيمو كونسنتريشن ولا دايليوشن؟ يبقى هكتب جوه البلاد فيسل هيمو كونسنتريشن. طب ما ده هيعمل مصيبه. تخيل الفيسكوستي بتاعت البلد بقت زياده، بتعمل ايه دي؟ جلطه. يعني هيحصل ثرومبو امبوليك مانيفستيشن. يجي لها بقى جلطه بالمونري امبوليزم دي في تي. يا نهار، بقول لك حاجه مهزله. يا ريت على كده بس انت قللت الفلويد اللي موجود في البلد، هيبقى هايبوفوليميا ولا هايبر؟ هايبوفوليميا. طب الضغط هيحصل فيه ايه؟ هايبوتنشن. مين الاورجان اللي هيتاثر؟ كدني. يحصل ها رينال فيلير اوليجوريا ثم رينال وكمان فشل كلوي. ايه رايك في الحاله دي؟ العانه ديت اذا حد خبطها في بطنها الله يرحمها. انا بقى المشكله اللي حصلت معايا في المغربيه ديت، هي كانت صغيره جدا في السن وعملت حقن مجاري وطلعت ما لا يقل عن 25 بويضه، بويضتها موجوده اتطلعت من جوزها على فكره وسايبين الاجنه. اللي حصل ايه بقى؟ ان العينه ديت وهي نايمه بالليل كان عندها اوفيرا وحاجزها في المستشفى على اساس العلاج بتاعه كونزرفيتيف، انه ايه؟ تسيبها هيبتدي ايه اللي ايه؟ المهم راحت وقعت من على السرير واحنا ما نعرفش. لما وقعت من على السرير اتخبطت في الارض، حصل لها انترنال ايه؟ هي مش انا كنت عندي عمليه الصبح يوميها بقى. رحت كانت هي واقعه على الساعه 3 الصبح. العينه هيموجلوبينها درد من 12 الى 6. طبعا انا فوجئت كده قلت لها لا هنروح على الرعايه، وديناها على الرعايه بنسحب بسرنج كده كله في بطنها الدم. انا كنت هموت فيه. اه والله العيله كانت خلاص دي النهايه. رحت جاي الدكتور فاسكو ايمن السمدوني واتصلت بيه كنت عارفه يعني، قلت له تعالى بسرعه دلوقتي على مستشفى اسمه ايه. المهم اللي حصل دخل فتحها وانا فتحتها معاه، بنبص لقينا حقيقه الاوفر كانه مضروب وبينزل دم بفظاعه. راح عمل حركه حلوه قوي، قال لي ده انا خيطت في الاوفر ده المهربل ده مش هيقف. جاب حته اومنتم لونه اصفر وراح حاطه على الجزء دهوت وسابه كده اهوت فتره لغايه اما لزق وما خدش فيه خيوط، وقال لي ده الحل الوحيد، اكتر من كده لازم هنشيل الاوفر. عدت على خير وابتدى الاوفر بقى وابتدى تقريبا. انا كنت بعدي، انا كنت قاعد جنبها، تخيل احساس قذر جدا الاوفيريان هايبر ستيميليشن. يبقى مسالك بقى عينه الاوفيريان هايبر ستيميليشن تعتبر امرجنسي؟ اه طبعا، ده ممكن تموتك انت. ها طلع ان فيها ايه بقى المشاكل بقى الراجع؟ اول مشكله بايلاترال اوفيريان انلارجمنت بلس اسايتس بلس الكترولايت امبالانس ها بلورا فيوجن هايبو البومينيميا هايبوفوليميا هايبوتنشن رينال فيلير ثرومب امبوليك مانيفستيشن وهيمو كونسنتريشن. كل ده تفتكر ايه البيست لاين اوف تريتمنت؟ ابوك جابت نار؟ ايه التريتمنت بتاع العيال دي؟ كونزرفاتيف اوديها الرعايه كون ذا اي سي يو. هم بقى يعرفوا يتعاملوا يعني ميه يعمل تابنج، الكترولايت يظبطوها، ينقلوا لها دم، يظبطوا لها الفلويد عشان ما يجيلهاش دي في تي هم، ويعملوا اكس ريز بتوع الرعايه مش انا. انت بقى اتكل على الله وافتح بطنها زي ما انا قلت لكم من شويه. هي حاله واحده اذا حصل انترنال هيموج، يبقى انت اعمل سيرجيكال انترفيرنس في حاله جابها لك اذا حصل انترنال هيموج. طبعا في دكاتره في مصر بيخافوا يقولوا للعيانه ان انا عملت الكومبليكيشن دي. والله انا لن انساها، كنت شغال في سونار زمان وانا صغير بقى مدرس مساعد سونار، بس بعمل سونار لقيت واحده اوفيريان هايبر سيميليشن، فقلت لها غالبا الدكتور هيحجزك لو صاحب المستشفى هو في الهرم هنا الله يرحمه مات. المهم يعني الراجل ده انا كنت فاكر انه هيحجزني، بطلع فبقول فين العيانه؟ قالوا لا ده روحها. فرحت رايح قلت له انت روحت اوفيريان هايبر سيميليشن؟ ده كان اسايتس
قال لي اه روحتها. ما حضرتك في ده انت لسه صغير. قلت له طب قول لي يعني عايز اكبر، قول لي ايه الاخبار؟